هذه سائلة تقول: أنا امرأة قد اعتمرت مرتين، أول عمرة وصلنا إلى مدينة الرياض، وقد حضرتني الدورة الشهرية ولم أحرم، وانتقلت مع أهلي إلى مكة وهم اعتمروا وأنا في ساحة الحرم، فهل نعم. علي شيء؟ أنا امرأة قد اعتمرت مرتين، نعم. أول عمرة وصلنا إلى مدينة الرياض، وقد حضرتني الدورة الشهرية ولم أحرم، وانتقلت مع أهلي إلى مكة وهم اعتمروا وأنا في ساحة الحرم، فهل علي شيء؟ ساحة الحرم منه، لا تجلسين في ساحة الحرم لأنها من الحرم ويصلى فيها من المسجد، لا تجلسي فيها، اجلسي في السيارة أو في الشقة المسكن، إن كان لكم مسكن تبقين في المسكن، ما لكم مسكن تبقين في السيارة، ما معكم سيارة تبقين في مكان من الشارع، ولا تدخلي في ساحة الحرام أو في داخل الحرام، لأنه كله من المسجد يصلى فيه.